الاستاذ محمد الشمراني. معك اول شيء كل عام وانت بخير. معك صالح العمري من قناه المجد الفضائيه على الهواء. طال عمرك ماسه كيف؟ سوى نفسه مجنون. طب قل له بفتح احطه على سبيكر ولا ما احطه على سبيكر؟ احنا انا على الهواء انا وخالد وطريناك بالخير وقلنا ندق عليك نشوف اخبارك. يلا حطه على سبيكر. بسم الله استعد. ابو عبد المحسن قسم بالله اني بحطه على سبيكر. الله ما بلغ، اقسم بالله انه هوا. ها يلا بسم الله توكلنا على الله. استاذ محمد السلام عليكم. يعني الحين مره ثانيه واحد جديد يعني. كيف حالك شو اخبارك؟ هلا والله حياك الله. الصراحه ذكرناك بالطيب وسجلنا يعني شغلنا الجمهور كليب لك انت بصوتك الجميل الرائع. فانت هو الاستاذ عبد الله عبودي. شغلتنا شويه هذيك حقت الخروف. لا لا مش حقه الخروف، سجلناها بس ما صورناها مع ابو ياسمين. عرفت تونا انت الحين كبيت العشاء تونا بالحلال. ما هي حقه الخروف؟ ها قديمه حقه العام حقه المزرعه. لا 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 اعطوهم واحده ثانيه. اعطوهم ديك ليش هذا السؤال؟ دقيقه ليش احنا عشان كذا دقينا عليك. ليش ما تبغى نعرض كليب المزرعه؟ اعترف. ايش ليش ما تبغى نعرض كليب المزرعه؟ خلاص يا رجال قد افلح البرنامج الحين. اعطهم شيء جديد. قد افلح البرنامج. سبحان الله. الله يسعدك. ولا تغيرت الاشكال وحلوت ونحفت والله يا اخي انت تقول تدخل التفاصيل هذه معناها شيء من الماضي. ما تنصحنا ندخل في التفاصيل هذه؟ ها ارجوك يعني حاول انك تسوي سكيب وتجاوز المحور اللي بعده. تراني تكلمني بانه انا في مكه يعني بالحج. ما شاء الله. اقول لك والسامعين الحج في مكه ما شاء الله تبارك الله. اي لا بس اقول لك يعني احنا في المشاعر وفي الله يتقبل ما شاء الله في منى وعيد مبارك. كل عام بخير. نسيت اعيد عليكم. الله يبارك فيك. عاد الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله. فلا اوصيك يا عبد المحسن. ايام العيد تقصد. انا احب انتهز الفرصه اعيد عليكم عن صدمه شتين كرقه في الشاشات. الله يدم علينا هذا العيد السعيد وجعل دائما مبارك. الله يرجع الحجاج باذن كما يوم ولدته وماته. اللهم امين. الله يتقبل منا ومنك. حبينا نسمع صوتك ونسمع صوتك الجمهور ومشتاقين لك يا ابو عبد المحسن. ايش بيشغلونهم؟ علمني بالحق الخروف ذيك. خلاص قد شغلناها فلحت. لا لا حاجه مره ثانيه عشان ينبسطوا. عارف في ناس تقول ما تقول في عارف انا جو. والله بنشوف ابو ياسمين. بنشوف ابو ياسمين. لا ما عليك عندي ابو ياسمين. شغلها معك وصالح. طيب ابو ياسمين في سؤال جاي من ابو ياسمين على السريع كذا ننتهز الفرصه في اللقاء معك. كان عندك في رمضان مفاجاه اللي هي ايش ابو ياسمين؟ 100 واكثر. وش صار عليها طال عمرك؟ والله الله يرضى. تعال خليه في بالي ابو ياسمين. كل ما جيت الا مشنقلين بالبرنامج تصعيد. ما ادري متى بيخلص. وفار ما بيخلص بعد 3 سنوات. والله قلب الطاوله على ابو ياسمين. اتفاهم وانا ما يدخل. لا تدير معي علي. هو انا ما يدخل. ابو ياسمين معي في الاربيز وانت معي في الجوال. انا اسف يا ابو ياسمين. لا تاخذ الموضوع بجديه ترني انفع. بس يلا استعجل عشان نخلص الموضوع. الله يسعدك ابو عبد المحسن. الله يحفظك. دائما جميل بكل حالاتك. اقول خل اخر شيء اقول لك سجلت لي ارسلت لك على الواتساب ولا باك. يلا في يما. الو صالح. الو ما اسمعك. يلا مع السلامه. في امان الله.